أبقى من أردروب على شبكات جيرلي، راح نشوف طريقة التسجيل. متوقع سعر الأردروب هذا برا سبيس $1000 للشخص الواحد بإذن الله. راح نشوف طريقة التسجيل في هذا الموقع، كيف راح نسوي السبلاي للـ NFT، كذلك التوكن، وكذلك كيف راح نجيب الفوسيت وكل المهام اللي طالبين منا. يلا بينا على الشرح. شكرا على شراكم مع قناة كريبتو أليرت. لا تنسوا دعمي بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، وتابعوا قنوات التليجرام والتحديثات. أي شيء نحطه في الدروبات لازم تحديثات ومتابعة، لهذا أنصحكم تيجون على قناة التليجرام، لأن يعني هناك دائما يكون في التحديث. أولا بتحتاج ميتا ماسك، طبعا ميتا ماسك لازم جيرلي فوسيت أو عملة جيرلي تست نتورك. كيف راح تحصلها؟ راح تشوف إذا موجود عندك شو هايد، راح تفتحها بهذا الشكل. إذا عندك مقفلة تفتحها عشان يبين معك جيرلي. تنزل تحت راح تحصلها في تحت آخر شيء جيرلي تست نتورك، تضغط عليها وبعدين راح يبين معك بهذا الشكل. لازمك رسوم حق الجيرلي، تروح على الموقع هذا تختار أي منصة، مثلا على سبيل المثال نختار هذا، نضغط عليه أوكي. وبعدين تيجي تحط الوالد المحفظة الخاصة بك في الخانة هذه بهذا الشكل اوكي. وبعدين تحل الكاباتشا وستار ماينين، راح تخليه يجمع لك الجيرلي للفترات وخلاص تسوي ويدراو. اذا ما جمع لك في عدة موقع هنا يعني بيعطيك عملة جيرلي. ثاني خطوة راح تروح لي على الديسكارد الخاص بهم، تيجي على فيريفيكيشن تعطي العلامة هذه، وبعدها تروح على كولاباند جوان تضغط عليها، وبعدين راح تصير تسوي هنا ليتس جو. يعني شو معنى هذه؟ معنى انك تربط محفظتك بالموقع هذا عشان يتأكد معك وعشان يعطيك الرول، فراح تسوي له ليتس جو وتعلم على الخانة انه اوكي. وبعدين راح يبين معك تحت كونكت والد، راح تسوي كونكت والد تضغط على ياب، وبعدين كونكت عادي وتعطيه الفيريفيكيشن حق السينيتشر عادي، وخلاص راح يبين معك على الديسكارد انه عندك يعني الرول. كيف راح تعرف ان عندك الرول؟ تروح على جنرال شات الخاص بهم، تكتب اي شيء مثلا هاي مثل ما هو كاتب هذا، وتضغط على الصورة الخاصة بك. لازم يكون معك رول مثلي بارا سبيس ترافل بارا سبيس فريش مان، هاي الاثنين لازم يكونوا معك عشان تكون متأهل في الأردروب. نطلع من الديسكارد الآن لأنه بنحتاجه بعدين في الفيدباك عشان نرسل إثباتات. تمام، نطلع من هنا ونرجع للموقع. طبعا راح نيجي هنا نربط المحفظة الخاصة بنا بهذا الشكل كونكت والد ميتا ماسك، وبعدين راح يبين معك كونكت وهكذا. تيجي هنا تاخد جيت تست توكن بهذا الشكل، راح تدفع فيز حق الإيتر جيرلي إيتر وننتظر. تمام، كونفيرميشن، وراح انتظر ترانزاكشن وننتظر العملات. خلاص هنا يقول لك مان سكسسفولي كونفيرميشن ترانزاكشن تمت. خلاص نخلي هذا الموقع وننتقل الى galaxy.com، ناخذ ال NFT الخاص بنا بالمجان. طبعا راح يبين معك هنا سويتش تو ارابيتيوم، راح نسوي ارابيتيوم وراح يعطونك NFT، هذه عباره عن هويتك معاهم انك يعني ايردروب مؤكد، فاهم؟ يعني داخل معاهم في الديسكارد وفي كل هذا، يعني مثل هاي الصور ممكن ما تنباع حاليا، تنباع متى؟ لما يقفل لك الايردروب ويقول لك خلاص في توزيع. هذا الناس تحب تشتري مثل هاي الاشياء عشان يكون هو متأهل، ولكن انت يكون عندك حظ اكبر لانك واخد معاهم بالشروط. المهم هنا راح يبين معك جيت NFT، انا كل شيء اخذته. راح تسوي رتويتاية عادية جوان ديسكارد اللي راويت كيف راح تسوي جوان ديسكارد، وخلاص وفولو تويتر وكليم بدون فيز. فنرجع للموقع الخاص بنا هذا اوكي. ننزل تحت، اول شي راح نسوي سبلاي لأي عملة، لازم يكون عملتين، وبعدها راح نسوي برو يعني نتسلف من الموقع، وكذلك راح نسوي سبلاي لاثنين NFT. فتمام، راح نبتدي بالتوكن RC20، راح نشوف السبلاي هنا الكواليتي ما في عندك هنا الداي اوكي. راح نشوف السبلاي، نضغط على السبلاي، معانا 20,000، راح نسوي لها ماكس ابروف اند كونتينيو، راح نسوي بهذا الشكل، ننتظر الميتا ماسك كونفيرم، بعدها نضغط على السبلاي اوكي ننتظر.
كونفيرم، أكيد مع الوقت راح تتعلم وراح تسوي كل هاي المهام بنفسك، ما تحتاج أحد يشرح لك في اليوتيوب. مع الوقت، فقط الوقت يعلمك كل شيء. تمام، أوكي، سوينا أول واحدة. الآن نروح على كلمة برو. برو ليميت يقولك 15,000، فإحنا راح نسوي برو تقريبا 50%. نوصلها هنا لما تشوف هنا بعلامة أو اللون الأصفر يعني في خطر، اللون الأحمر في خطر أكثر. هذا إذا كان في المنت يعني في المشروع الحقيقي وكذا، فالبرو صعب شوي. فدايما في البرو في المشروع الحقيقي دايما يكون فقط 1-2-3-10%، ما تكتر. إذا حطيت إكس 100 إكس 200 فبتضيع فلوسك على طول. المهم خلينا إحنا في الآن في التست، فراح أسوي أنا برو ب50%. أوكي برو وننتظر confirmation transaction confirm. تمام أوكي transaction confirm. أنا خلصنا من أول واحدة. شوف تاني واحدة USDC supply، راح نحط 10,000. approve continue confirm وننتظر. نضغط على supply كالعادة confirm وننتظر. تمت العملية. الآن ننتقل إلى البرو. نضغط على البرو، يقول لي من حقي أسوي هذا الليميت، فنطيحنا 50% وبرو وكذلك confirm وننتظر. تمام أوكي، معنا USDT. خلصنا احنا الداي USDC ان USDT. راح نسوي احنا 3، هم طالبين فقط المينيموم 2. اوكي احنا راح نسوي 3 في ال ERC20 توكن. اوكي راح ندخل على USDT supply كذلك معنا 20,000، راح نعطي 15,000 approve وهكذا كالعادة. ده supply transaction. اوكي الان برو راح ناخد 50% كالعادة والبرو، وخلاص بالنسبة لي أول خطوة في هذا الموقع. فالآن نضغط على أي مشروع هنا على الـ NFT. أوكي عندك هنا supply، نضغط على هذا على سبيل المثال، نختار أي مشروع approve to continue. أوكي ونسوي confirmation. بعدها نضغط على supply 1 NFT، راح يبين معك الميتاماسك، وبعدين confirm. اوكي ننتظر. الان ننتقل الى هنا على سبيل المثال، هنا نختار مرة تانية approve to continue. يعني تختار في اللي راح يقولك ما في ما عندك NFT، في راح يعطيك عادي supply كان عندك. اوكي confirm وننتظر supply 1 NFT، نضغط عليها. اوكي MetaMask كالعادة تمت العملية بنجاح. الآن سوينا 2 supply. أوكي ننتقل الآن إلى هنا، راح نسوي switch to Arabitium Galaxy. أوكي عشان نشوف إذا أتممنا جميع المهام راح يقبل معنا. راح نسوي join now. أوكي أنت راح تسوي join now discard، أنا راح أسوي verify لأنه already سويت جوان ناو. ننتظر وعلى طول كلهم فتحوا معي بدون ما سويت، فقط على الديسكارد جوان ناو فتح معي على طول. الآن راح أسوي كليم، هذه هي اللي تثبت أنك سويت التست. يعني هاي الصورة لو عندك في المحفظة هي تثبت أنك سويت برو تست توكن بارا سبيس تست نت سبلاير 721 تست NFT بارا سبيس testnet supply RC20 test token on paraspace testnet. اوكي كلهم هادو، هاي الصورة هي اللي تخليك كإثبات شخصي، وراح تعطيها الكليم. اظن هادي مش بالمجان، هادي يمكن بالفيز. ايوة بالأرابيتيوم لازم يكون عندك رسوم بسيطة قليلة
بالأرابيتيوم يعني حوالي يعني سنتات كونفيرم، وتاخد انك خلاص كلمة تاخد هويتك انك سويت التست. الان في ان اف تي تانية، اوكي فقط راح تسوي فيريفاي خاصة بهم. اوكي بليز سيرفر، اوكي باراسول ستيل فرست اف يو هاف جوان بليز. لازم يكون عندنا ستيلر رول. احنا شو عندنا في الرول؟ راح نشوف الرول اللي معانا. احنا قلنا شو راح نبعت لهم هاي، ونشوف الرول اللي معاي. لا مش معاي ستيلر، يعني هذه لازم تكون متفاعل هنا في الشات وكل هذا. الان نرسل لهم الاثبات، تمام. احنا سوينا التست وعندنا الكارت الان، انه خلاص هذه هي كارت هي اللي تأهلنا للدروب. الان نروح على الفيدباك ونرسل الاثبات مثل ما هم الناس قاعدة ترسل، يعني ترسل فن. فبروح الان اكتب يعني اشوف شو الناس ترسل، يعني اصير اشوف يعني هنا supply my supply position. اوكي راح نشوف ندور على my supply position وين. هذه هي راح تحصلها هنا في الخانة هذه my supply position. اوكي تفتحها بهذا الشكل، راح يعطيك ايش من العملات اللي سويت. تاخذ لقطة شاشة بهذا الشكل، اوكي وبعدين نسوي لها سيف، وبعدين راح نكتب لهم في الديسكارد كلام حلو، والمحفظة الخاصة بنا راح نسوي لها كوبي. تتأكد على شبكة بورلي هي نفسها طبعا، نستخدم ميتاماسك بهذا الشكل، ونجي هنا نكتب يعني محفظتنا، بعدين نكتب لهم كلام. اوكي نفس الكلام great and power projects look like very interesting and we support this project. مهم اي كلام تسوي ترجمة من جوجل. وهنا مع الصورة ارفاق الصورة تبين ان السبلاي الخاص بك my supply، وارسال بهذا الشكل وخلاص. وتاخذ هنا invite people، نشوف اذا بيعطي ولا ما بيعطيك، كيف طريقة الانفايت بهذا الشكل. نفتح هنا ونشوف اوكي بهذا الشكل خلاص تمام. نشوف هذا ambassador chat، يعني لازم تدور على اي حاجة هنا تشوفها تمام، تكون متفاعل مرة ابعت لهم مسج وخلاص. بهذا الشكل نكون خلصنا. نشوفكم على خير فيديو لاحق، مع السلامة.